ما حكمه إذا كان الإنسان في التشهد الأول وتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية؟ هل يسجدها أم يزيد ركعة ويسجد سجود السهو قبل السلام؟ جزاكم الله خيرا. إذا جلس في التشهد الأول وذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، فإن كانت هذه السجدة من الركعة الأولى فإنها تكون الركعة الأولى قد بطلت، فيقوم ويأتي بركعة ثانية بدلها ثم يجلس للتشهد الأول. أما إذا كانت هذه السجدة من الركعة الثانية فإنه يعود ويأتي بالسجدة ثم يجلس للتشهد الأول ويسجد للسهو بعد ذلك. في كل الأحوال يسجد للسهو. نعم.